اساسا المجاري هنا كلها ترنشات، مفيش اضاءه، تعليم مفيش مثلا وعي صحي. عايزين صيدليه، عايزين فرن، عايزين مدرسه، وعايزين نبقى احنا نسكن في حته حلوه، مش عايزين نقعد في الشارع الوحش ده. نفسي اعيش. مهندس محمد رفعت، مهندس ميكانيكا، احد مؤسسي حمله حلوه يا بلدي. الفكره جت ان احنا بنحب بلدنا وعايزين نخدمها بشكل ايجابي، فكرنا نخدم بلدنا ازاي، عايزين نعمل حلول، مش عايزين نقعد نتكلم وبس. الحمله بدات كانت ثلاثه بس في الاول، كانت انا واحمد هارون ومحمد مراد. اتعرفنا على بعض من الاول ان احنا كان كل واحد فينا جواه الهدف وجواه الفكره. قلنا ليه ما نعملش حاجه كلنا مع بعض تخدم بلدنا ونحاول نعمل حاجه ايجابيه. اهالينا في المناطق العشوائيه محتاجين نظره اهتمام اكتر، محتاجين بعض المساعدات ان احنا ممكن نقدمها لهم. نزلنا منطقه بطن البقره وعملنا بحوث واتكلمنا مع الناس، شفنا هم محتاجين ايه عشان نقدر نقدمه لهم. شارك معانا الشيخ احمد النمر، ساعدنا في ان هو يتكلم مع اهالي المنطقه ازاي نقدر نتكلم معاهم، ازاي ان هم يقبلوا مننا اي نصيحه، اي حاجه عايزين نقدمها لهم. هو اول مره محمد رفعت جالي بصفه عامه، يعني جالي عندي فبيعرض عليا الفكره ان ازاي انظف منطقه، ازاي اشجر، ازاي اعمل حاجات كتير في بطن البقره، لان هو محمد رفعت جه كتير قوي بطن البقره ولف فيها فتعب من المشاكل اللي فيها بصفه عامه. رتبنا ان احنا الاول هنكنس الشوارع، بعد كده التبييض، بعد كده التشجير، بعد كده في حمله اولاد، في حمله صحيه للسيدات. فابتدينا الاول الشباب بكنس الشوارع ماشي مع مساوياتها بالجرار. عملنا تنظيف لخمس شوارع رئيسيه، عملنا دهان لثلاث شوارع رئيسيه. زرعنا اكتر من حوالي 25 30 شجره. ازيها الاول يعني قبل ما يجوا ينظفوا بتوع حلوه يا بلدي، ما كانش المكان نظيف ولا كانش حد بيستهتم بنظافه. هم بصراحه جم نظفوا المنطقه كلها، جم نظفوها وعلموا الناس النظافه. جينا في نفس الوقت واحنا بنبيض كانت الانسات مستنيه هناك في حمله توعيه، حمله توعيه صحيه وحمله الاطفال، تنميه فكره اطفال ايه. عملنا ورشه اطفال، كان في الاساس بنحاول نطلع اللي جواهم هم عايشين ازاي او هم نفسهم في ايه، فكل واحد رسم رسمه معينه. الحلو اللي احنا لقينا ان هم اذكياء جدا، في نتائج طلعنا منها بالاطفال وهم نفسهم يبقوا احسن، بس يعني نفسهم حد يدينهم فرصه ان هم يبقوا احسن. انا شايفه ان هم كبوتنشال او كامكانيات ممكن يبقوا احسن من كده بكتير، بس لو اتحطوا في بيئه احسن شويه. قدرنا ان احنا نعمل حاجه جميله جدا وهي التوعيه الصحيه لربات المنازل والتوعيه التعليميه للاطفال. جبنا الاطفال واتكلمنا معاهم. للاسف هناك مفيش صيدليه، مفيش خدمات طبيه، بنلاقي بعض الناس ان هي ممكن تقعد لمده سنه او اكتر ما بتقيسش السكر، بنلاقي الناس محتاجه ان هي تقيس الضغط بشكل دوري لان هم مرضى ضغط. من خلال حمله التوعيه الصحيه والطبيه قدرنا ان احنا نعرف بعض الاهالي هناك بعض الحاجات، ازاي ياكلوا، ازاي يعيشوا، ازاي يتعاملوا مع الاطفال الصغيرين، ازاي مريض السكر يقدر يتعامل مع مرض السكر، ازاي مريض الضغط يقدر يتعامل مع مرض الضغط. قدرنا ان احنا نعمل قياس لحالات كتيره جدا للسكر، وقدرنا ان احنا نعمل قياس للضغط. بنحلم ان احنا كل الشباب تشارك وتقتنع بالفكره بتاعتنا. ان شاء الله بنهايه عام 2010 بنستهدف اكتر من 500,000 شاب، نستهدف ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا اكتر من 2000 بوستر في الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وبعض الاستيكرات للعربيات، بحيث ان احنا نقدر ان احنا ان شاء الله ننشر فكرتنا بشكل اكبر.